يعني انا اقصد اقول ايه؟ الله اعلم يا ست النائب. ما خلعتني يا شيخ على مهلك يا دكتور. طيب ناخد الاستاذ عصام كامل الصحفي ورئيس تحرير جريدة الديت. استاذ عصام اهلا وسهلا بيك. افتكرت الشعب انا. تحياتي وتحيات ست النائب محمد العمده دكتور هاني سري الدين القيادي بحزب مصير الاحرار ودكتور معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثور. نعم انا متابع مع حضرتك الحلقه. طيب دلوقتي يا استاذ عصام المشهد كالاتي: يوم زخم غير طبيعي، عدد اكثر من رائع، مطالبات بتسليم السلطه، ودلوقتي في 26 حزب وحركه بيجتمعوا لاستمرار الاعتصام في الميدان لحد تحقيق المطالب المعروفه. شايف الحكايه تصل لايه او نمشيها ازاي؟ انا في حقيقه الامر ما رايته اليوم في ميدان التحرير كان مفاجاه بالنسبه لي، لان البوادر كانت تصب في ناحيه العنف وما الى ذلك واستغلال بعض الطيارات، وربما كنا نتخوف من مره ثانيه البلطجيه، الريموت كنترول الذي يتحرك من ترى. الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم عديناه بشكل في نوع من التوافق ونوع من تذكر ثورة النبلاء ودماء الشهداء. فأنا القضية الآن أصبحت هي استخدام مفرد من مفردات الديمقراطية يا أستاذ معتز، بمعنى إذا كان هؤلاء الشباب أو أن هناك أطياف سياسية بعينها تريد أن تعتصم في الميدان دون أن تعطل حركة المرور ودون أن تعطل مصالح الناس، أنا مع كل أدوات الديمقراطية والأدوات السلمية للتعبير عن الرأي حتى وإن خالفنا الأغلبية، بمعنى أنه هذا هو المشهد الجديد في مصر يجب أن نحترمه ويجب أن نقدره ويجب ببساطة شديدة أن نراه جزء من البازل السياسي الموجود في مصر الآن، جزء من فسيفساء السياسة في مصر الآن. لا يجب أن نتخوف من مسألة الاعتصام، من مسألة كذا. من حق هؤلاء أن يطالبوا بالتسليم الفوري للسلطة، ومن حق طيارات أخرى ربما تمثل أغلبية أو تمثل أكثرية أن ترى أن يتم التسليم في وقته أو في وفق البرنامج المحدد له. الطيارات الأخرى وهي الأكثر من يحوز الأغلبية هي الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان يؤكد دلوقتي طبقا لبوابة الفجر أن مطالب تسليم السلطة من مجلس عسكري إلى مجلس الشعب مرفوضة تماما، وأن الحزب متمسك بالجدول الزمني والتسليم بشكل نهائي عقب انتخاب رئيس الجمهورية في 30 يونيو المقبل، وأن الشرعية هي شرعية البرلمان وليست شرعية الميدان. لو ليك تعليق. لا هو عليه ان يتوقف عن استخدام هذه العنجهيه، واسمح لي وانا للاسف الشديد ليس سبا ولا قصا، ولكن لا يجب ابدا ان يمارس ما كان يمارسه الحزب الوطني الديمقراطي، لانه ما حدث في الجلسه الاولى في مجلس الشعب للاسف الشديد هو استنساخ مما كان يحدث ايام الحزب الوطني البائد. ببساطه شديده هناك ممارسه فيها نوع من العنجهيه ومن الاحساس بالغرور وامتلاك القوه، وهذا لن يوافق عليه الشعب المصري ولا الأقلية. وإذا تصور الدكتور عصام العريان أو حزب الحرية والعدالة أن الأغلبية ستجعله يمارس نوع من الدكتاتورية، فنحن نقول له أن هذا لن يحدث مرة أخرى. نحن نحترم وجهة نظر حزب الحرية والعدالة في أنه يرى أن نلتزم وفق الجدول الزمني اللي هو بيتكلم عنه الدكتور عصام العريان. أما بقى مسألة الحديث عن شرعية مش عارف إيه وشرعية إيه، لا، كل مواطن في مصر يمتلك شرعية، ونحن لا نلغي شرعية البرلمان بل نحترمها ونعتبرها فعلا شرعية، الشارع اختارها، ولكن شرعية الميدان يجب أن تبقى للدكتور عصام العريان ولكل من يحاول أن يمارس هذه العنجهية السياسية، أو كل من يحاول أن ينفرد بالسلطة ويتفرد بالسلطان، أو كل من يحاول أن يعيد إلينا مرة أخرى إنتاج النظام السابق. لا، شرعية الميدان نظرا لهذه التصريحات المتوالية لا بد أن تبقى، لأن هناك من قال أنه سيبقى على مواد حبس الصحفيين، هناك من هدد بإغلاق صحف، وللأسف الشديد هؤلاء ينتمون إلى هذه الأغلبية، فلا أهلا ولا سهلا بمثل هذه التصريحات، علما بأننا نحترم إن كان حزب الحرية والعدالة يرى ببساطة شديدة أنه ملتزم بالجدول الزمني أهلا وسهلا به، ولكن هذا لا يعني أبدا أن نلغي شرعية الميدان. تتوقع يوم الجمعة يكون في نفس هذا الزخم أو زيادة يا أستاذ عصام؟
انا بتوقع ان الزخم ده هيكون متواجد طول ما هناك تصريحات متواتره من تيار الاغلبيه تصب في محاوله لاقصاء وتهميش التيارات الاخرى. اعتقد انه ده هيبقى فيه نوع من العناد السياسي او العند السياسي للتكبيه. كل ما اتمناه الا يكون هناك صدام وان يحترم كل منا راي الاخر. ببساطه شديده يجب ان نؤمن بانه اذا كان حزب الحريه والعداله، الكتله، حزب الوقت، كل هذه الاحزاب يجب ان تدرك ان العراق السياسي ظاهره صحيه ولا يخلق نوع من الخصومه كما يتصور البعض. استاذ عصام كامل رئيس تحرير جريده فيلتو، بشكرك شكرا جزيلا.